مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كولاج، نصحبكم فيها في جولة بأنحاء العالم. نتعرف فيها أولا على سوق هورمور للأنتيكات في مدينة اسطنبول الذي يقصده عشاق الأنتيكات من شتى بقاع العالم، ثم نذهب إلى بغداد ونرافق العم أبو عبد الله المصري بائع الكشري ذائع الصيت في شارع الرشيد. نحلق بعدها إلى المغرب لنستطلع قصة خديجة القرطبي التي خصصت بيتها لاستقبال المرضى القادمين إلى الرباط للعلاج. بعد ذلك نتعرف على الشاب عبد الغني شبيرة في الجزائر الذي أسس جمعية للإبداع والابتكار العلمي، ثم نختم جولتنا في بيت تونسي حوله صاحبه إلى فضاء ثقافي لطلاب المعرفة، فابقوا معنا. تشتهر اسطنبول بأسواقها العريقة التي توفر متعة للمتسوقين، من بين تلك الأسواق سوق هورمور المختص بالأنتيكات، وفيه يجد عشاق الأنتيكات قطعاً قديمة تشبع ولعهم بالعراقة والتاريخ. بعض القطع الموجودة في السوق لا تقدر بثمن بسبب عراقتها وقدمها ودلالاتها التاريخية. İsmim Merih Uman, 60 yaşın üstündeyim. اسمي مريح أمان وعمري أكثر من 60 عاماً. أنا أعمل في هذا السوق منذ 27 عاماً. عملي هذا يختلف عن القسم الذي درسته في الجامعة. هذا السوق كبير جداً، هناك حوالي 200 متجر فيه، وتباع هنا منتجات مختلفة، لذاك فالسوق غني جداً بالمنتجات. التراث التقليدي هو تخصص هذا السوق، والتجار متخصصون في هذا العمل وهم حريصون ويعتنون بعملهم. اسمي فيصل يلمز، ولدت في اسطنبول وعائلتي من مدينة كاستامون. عمري 63 عاما. أنا أعمل في الأنتيكات والأوراق الذهبية منذ عام 1975. بدأ العمل في هذا السوق عام 1985، وهو أكبر سوق للأنتيكات العتيقة، وهو أيضاً أكبر سوق في منطقة البلقان والشرق الأوسط وأكبر تجمع للأنتيكات تحت سقف واحد. Çok hareketliydi. Biz cumartesi pazarda çalışıyoruz. Bunun sebebi de كانت الأمور جيدة جداً في الأيام السابقة، كنا نعمل في يومي السبت والأحد، ففي هذين اليومين لا يعمل الناس ولديهم وقت فراغ لهواياتهم وأيضاً لاحتياجاتهم، وكانوا يأتون لهذا السوق. في وقتنا الحاضر نحن أيضاً نعمل في يومي السبت والأحد، لكن عدد الزوار أقل. في عام 1992 أحضر إلي تاجاً مكسوراً، وقال لي صاحبه أريد إصلاح هذا التاج، إنه تاج حلمي. فقلت له حسناً اذهب وعد إلي بعد شهر. وبعد شهر عاد الرجل واسمه حقان، وعندما رآه قال لي إنه ليس كما يريد، فذهب وعاد مرة أخرى بعد 15 يوماً، وعندما رأى التاج للمرة الثانية قبل يدي. إنه شرف كبير عندما تكون قادراً على تحقيق أحلام الناس.
أقدم قطعة في المتجر تعود إلى القرن الثامن عشر، وهي من مدينة البندقية. إنها قطعة نادرة، إضافة إلى الأنتيكات الأوروبية العتيقة، لدينا أنتيكات ترجع للإمبراطورية العثمانية، منها لوحات بالخط ورسومات وسجاد وغيرها، بعضها قطع نادرة جدا من الفنون الإسلامية. Genellikle Fransa şeyden gelir, Rus Kafkaslardan gelir. Ondan sonra İtalya, Almanya nadir de olsa. هناك قطع تأتي من خارج تركيا، منها من فرنسا وروسيا والقوقاز وإيطاليا. أذكر مرة في مزاد للأنتيكات كانت هناك لوحة مغطاة بالوحي، فلم يرغب أحد بشرائها، فتم بيعها بليرة تركية واحدة. اشتراها أحد التجار وقام بتنظيفها في متجره. بعد ذلك تبين أن قيمتها تصل إلى 5 ملايين ليرة تركية، فقلنا له هذا رزقك وحظك. محطتنا التالية في بغداد مع قصة العم أبو عبد الله المصري الذي يعيش ويعمل هناك منذ حوالي 4 عقود، وأصبح اليوم جزءاً من شارع الرشيد بوسط بغداد، واشتهر ببيع الكشري على الطريقة المصرية، وهو الطعام الذي لاقى استحساناً كبيراً من العراقيين. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. يا الله. أنا قبل وقت من أيام المصريين، كان المصريين كتير قبل بالعراق سنة 82 وموجود بالعراق، وأنا أعمل بايش صنعة وتعود عليها العراقيين. كان قبل المصريين كتير، هسه ماكو مصريين، كلهم عراقيين. هسه تعود على الكشري ويحبوا أكلة الكشري، يجوا من المحافظات يجوا ياكلوا يمي. أنت بثلاث أكلات، كشري وفول وكبدة. كبدة هوش أو كبدة الدجاج. والفول تعرفوا أنتوا أكلة شعبية مصرية مشهورة يعني، بس لها مثل الكشري. تردد ايام ناصر من زمان ناكل عدة اكلات شعبية مصرية حلوة، والكشري والفول متعلمين عليه. فهو الاكل مالته متعلمين عليه من زمان، كل ما نيجي هنا ناكل، كل ما نشتري الاكلات الشعبية الكشري الفول الكبدة نيجي هنا يا عم ناصر ناكل. يابا 3 كشري، 1 فول، 1 كبدة، 1 فول، سفري الكبدة وفول واحد، وثلاثة كشري وواحد فول لوحديه. موسيقى
صار لي تقريبا 5 سنين، 5 سنين اجي اكل هنا. يعني ما اقول لك من الزبائن القدماء وهاي، بس بعض البشر هنا يجون اسمعهم قبل 20 سنه، قبل 25 سنه يجون ياكلون هنا، يعني حيل قدماء. الناس طبعا اللي تجي هنا، بعض الناس من البصره، من العماره، محافظات هوايه. والله الحمد لله رب العالمين، صار لي زبون يعني 37، مو قليل، 37 سنة. الناس تعودت على المكان، وكان قبل العراق يجي المصري يجي معاه 10 عرايب يجوا ياكلوا يمي، فالعرايب عارفين المكان من زمان. إلى المغرب نأخذكم لنستطلع قصة عطاء لسيدة مغربية، إنها خديجة القرطبي. هذه السيدة وبعد وفاة زوجها وأختها بمرض السرطان، قررت تخصيص وقتها وبيتها للمرضى المصابين بالسرطان والقاصدين مدينة الرباط للعلاج، فبيتها مفتوح لهم للمبيت والراحة، كما أنها فتحت باب التبرع لمساعدتهم. هذا المشروع فتحته من 2009، بعد ما مات لي أختي بالسرطان ومات لي راجلي، حاولت ما أمكن تانا نعطي هذا البيت خالصا لوجهي. من بعد اللي برت لي برا عملوا لي التحاليل، بغيت نهود بحالي، شبرت التاكسي قلت له هبطني المحطه، قلت له ديني الاوتيل. جاتك التاكسي قال لي علاش غتسهود الاوتيل والمخصور وداك الشيء وانتينا باقي عندك هنايا الطبيب ديالك مقابلك. مشينا للجمعيه ديال الحجه، تقدم المرضى يوميا وهو حب القلب والاكل الشراب، تنقول باش كيمشيو للسبيطار وكيرجعوا والمبيت ومن بعد الانشطه. ما عنديش باش نرد للخير ديالها، زعما مع كل بينا المرضى كل ما عندهم باش يردوا للخير ديالها، ماشي يردوا الخير ديالها، ماشي يردوا للعزيز الله تعالى اللي خلقني وخلقها. الله يعمر هذا. شكرا لله، 4 سنين وانا غادا غير بوحدي، لا قاطات لا قاطات. من بعد إن شاء الله جاوني جمعيات قرطبية دي وساوني شجعوني، وعندي أمل كبير باقي يزيدوا ناس طيبين ويعملوا يديهم في يدي ويساعدوني، وهذا هو أمالي. والآن نتحول إلى الجزائر وقصة ملهمة للشاب عبد الغني شبيرة الذي أسس جمعية للإبداع والابتكار العلمي في ولاية المسيلة. هذه الجمعية فريدة من نوعها، فهي مخصصة للأطفال من أجل تفجير طاقاتهم في العلوم والتكنولوجيا. المبادرة كانت
منذ 2015 عندما كنت أنا والزملاء تاعي في الإقامة الجامعية، كانت حول العلم، يعني كنا نفكروا كيفاه نطوروا العلم من جانب التكنولوجيا ومن جانب الإلكترونيك. يتم الاختيار الموهوبين من الأطفال عبر زيارة المدارس المتوسط والابتدائي وعمل ورشات مع أساتذة مختصين بالتنمية البشرية وعلم النفس، من ثم يبانوا الأطفال اللي يتم اختيارهم في الجانب الإبداع والابتكار. الأول ما كنتش نعرف هذه الجمعية كامل، حتى شفت ولد عمي، شفت ابن عمي يقرأ فيها، سألته عنها جاوبني عطاني لها التفاصيل. سألت الأم تاعي قالت لي نعم عادي. بعدك شوليت جيت انخرط فيها أول مرة، فهمت كيفاه وعرفت وبديت نتعلم. تعلمت سكراتش أردوينو، وطلعت حتى وصلت للأردوينو، بديت نبرمج بلغة سي أردوينو. هذه الجمعية شجعت مواهبي وكان لها دور كبير في التحصيل الدراسي، وهذه الجمعية كان لها دور كبير في مثلا من قبل كنت انا حوايج بزاف ما نعرفهمش، بلات بعد ما دخلت هذه الجمعية وليت نعرف بزاف حوايج. استفدت من هذه الجمعية، وليت نعرف نبرمج ألعاب، وليت نعرف ندير روبوتسي، وليت أتابع الخط وليت نخدم ألعاب ورسوم متحركة. المبادرة ككل هي بالنسبة لاستقطاب الأطفال، رحت كدافع بالنسبة للأطفال أنه الطاقة تاعهم تكون طاقة موجهة للإبداع والابتكار، هكذا نيفيتيو أو نبتعد على الانحراف، نبتعد على المشاكل الأسرية، على الضغط النفسي، على المشاكل المحورية اللي نعيشوها الآن في الواقع، أنه المبادرة تكون كمتنفس للأطفال في هذا المجال. المجالات اللي نقوم تدريب الموهوبين عليها هي من بينها برنامج تعلم البرمجة للأطفال صغار أو المبرمج الصغير اللي هي سكراتش. بعد ما الطفل يدخل في سكراتش صناعة لعبة راح يدخل المستوى الثاني اللي هو سكراتش أردوينو، وفي نفس الوقت ندير لهم تسلية عبر الروبوتات. محطتنا الأخيرة في تونس، وقصة عطاء أخرى لصاحب منزل عربي عتيق يعشق المعرفة، وهذا العشق دفعه ليحول بيته إلى دار ثقافي مفتوح لطلاب المعرفة بشتى مجالاتها. يضم الدار الآن مكتبة عامرة بالكتب والمخطوطات، وفضلاً عن ذلك تقام أسبوعياً في الدار وليمة طعام تقليدي يجتمع حولها رواد الدار. Thank you.
بيت البناني موجودة في مدينة تونس في رباط باب النارة، عندها تقريب 300 سنة كبناية. اليوم بيت البناني وقت اللي ورثته لقيت فيه مكتبة عتيقة، مكتبة العائلة. ما حبيتش تقعد المكتبة هذيك اللي أنا وحدي، فتحتها للباحث وللطالب. بعض الأصدقاء هو من اقترح علي زيارة هذا المعلم، وقد فوجئت الحقيقة بجمال المعمار وبهذا المخزون التراثي الذي تتوفر عليه هذه الدار العريقة، هذه الدار العلمية إن شئنا، لأن أهلها من أبا عن جد وكابر عن كابر من أهل العلم والمعرفة. المخطوطات القديمة هنا معناها يرجع عهدها إلى 400-500 سنة، هي في التصوف أو في أمور فقهية، في الفقه الإسلامي، في الحديث النبوي الشريف وفي السيرة النبوية. دار هذه دارنا وبيتنا، يجمعنا معناها كل يوم أربعاء حول غذاء لذيذ، الناس الباب مفتوح الناس الكل. هي دار الكرم، هي دار العلم ودار لقاءات جميلة. يجيوها ناس من كل أوساط، من كل أعمار، المثقفين، الفنانين، المبدعين، يجيوها الطلبة، أساتذة، صحفيين. في الدار هذه فيها مائدة مفتوحة كل يوم أربعاء في الساعة الواحدة بعد الزوال لأكل كسكسي. دار البنان اللي هي في الواقع دار كبيرة يتم فيها لقاءات بين مختصين واللي يحبوا التراث، معناتها اللي يجيوا العباد هنا منهم يتثقفوا ويحكيوا مع بعضهم ويتلقاوا في فضاء جميل كما قاعدين تشوفوا. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة من برنامج كولاج ورحلة أخرى حول العالم. إلى اللقاء.